الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وحان هل كان قبل الله بين كتابك الأربعون في الأحكام لو مقعاب وككوبا أفرتا حديث أو جمعي الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري إمام جليل هو وين وايه لحب والكنتني لحذب لنتي قرني تضباد وحونا كمد أها شيوخ ذي ابن دقيق العيد يو كمد أها علموا وين وشيوخ وها طبعا وشيخ وها مختصر كأبي داود كأنك إسكالة وايه يو مختصر صحيح مسلم يوليه الترغيب والترهيب وليه كتابك آتك وين وقيمك بدن وأنا أدنى لو يقان علوم ذو وين كمد أها مرة كتاب كان كتب الأربعينات بو كمديها كتب أفرتن ذا هو أفرتن كحديث علوم ذو كجمعيان قرأ عنه وحكوس أبسين أحكامته وحديث الأحكام حديث الأحكام أربعين كان حديث الأحكام وحكوس أبسين هي عمدها العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي سينا وحكو سابسين أحكامتا بلوغ المرام حديث الأحكام وكواسع سينا منطقها منطقة الأخبار ولي هي جد ابن تيمية عبد السلام يا شيخ الإسلام ابن تيمية ووغيس أروريي شو كان أو شرحي نيل الأوضار أو كشرحي الأحكام الوسطى ولي هي عبد الحق الإشبيلي ويبدين مرك كتبت أحكامت حديث الأحكام تلو قاري إلي سنن أبي داود كنا واد موسوعة وين حديث تاسك حد ليسو وأنا مهم أحكامت عباداتك يمعاملاتك باقفك أغحرا فروع ذي مرك وسوع قرتنا أدي الذي إنه فهمه هذا مهم وطاي شيخ مرك وحويري بسم الله الرحمن الرحيم ناسخة يا وحوير كتابك عن نسخة قري بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى انت المركز طبعا وحرها. قال الشيخ الإمام العالم إسايا مأهن شيخ سأسايا سماء مانا وانكي ناسخ قري وحوير شيخ مرك الحمد لله الإمام المنذري الحمد أمان دمانت لله اللي أسقناته اللي الموفق وفجنا وفجيو مكان وفجيو لسلوك سبل رشده المنعم لسلوك سبل رشده هنون كيس جدت كيس قادتان كود الله وفجيو المنعم اللي المنعم النعمين هاي بمحوك النعمين بشمول رحمته نحريستي سواسع نمذيذة يعني شامل نمدي با يعني نحريست الله إني آد وباهسنتها يوعد والباب إيقاريس وسعة الرفده كالمين تيس واسع نمدي الرفد الإعانة واي أحمده هو أمانا يا الله حق حمده أمان تيس حق نمدي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أيان إلهي وحنقر يا معبود حق لقو عبدا إنو ننجر اللهم أهاني كيلي يسحاله لا شريك له كو حلا لمجر وعبادة اللو ذاق ورب النماذ اللو ذاق ومقعي ذاق تلوامة هو نكس الله لمجران شهادة من قف قرال كيسة قريد ديسة اعتصم به ساكو لقي في صدره وورده في صدره فلد ديسة الصدر هنا وحلقه وذا بحتان كي فلد وورده وورده والدخول يعني بحديس يقلديس يعني بحتان كيس يقلتان كيس وقال لكو دقي معناه وقت يسو لنقف الله عسكان هاي معناه وإسايق بسنة أحمد هاي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحنقر يا محمد نينه إله الدون كيس الرسول كيسي هي الوفي بعهده كان أوفين بدن بلن كيسي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة
اللهم نحريص يعني صلاة نحريص دائمة جوكتا باقية باقية ما توجه قاصد لقصده انت اوقف وجدل وجدذي سوء قصده الدون كان اللي جوين ما يقف وجدله طبعا مركب على جو ذا وحكرها مركب استمرار ديمومة يكرها ان الله لانت قف وحقص دا او قصد كيس او قصد دا الهي النبي صلى الله عليه وسلم امانو نحريسنا قال كيس يا اصحابتي سحسيو وبعد انت كذب فقد سالتني نك او قرايوك او لا او الله هضلا فقد سالتني وحادث يا شيء انا اجمع لك ان انكو جمعيه 40 حديثا افرتن حديث تحفظها هذا حفظنا يسو من حديث الاحكام كم ذا وملازمه درسها درسي ذا لازمتان كذا فرت الحديث إن أكون جمعيه تحفظها من حديث الأحكام قد حفظنا يسوع كوا من حديث الأحكام كمدأ وملازمة درسها أنا اللازم يسد فرت الحديث وقد لازم يسد درسه على ممر الأيام معلمها تجاي هضبة يعني على ممر الأيام على استمرار الأيام وأن تكون إن أهاته بغير إسناد سند الآن أو يعني سند كهل كان كج يعني شيخ أن كم قل إلى النبي إن معنا سند وحشيين سبب توام حلي يسهل عليك سوق وفض هذا المراد مراد كان حفظه إن حفظه سيكون مفروضات وهذه سنيد الله شيخ وحفظه وقت كان وترب وقد استخرت الله تعالى إلهي من كخير دلبي واجبتك وانا كايالي وكاجيب الى مرغوبك وحاد يعني ربط شيء ادونيس وبادرت وحن ودقدق الى مطلوبك وحاد دلبيس حقيسا ودقدق وخرجتها وحن كصوبحيي مما خرجه البخاري ومسلم وحي بخاري ومسلم صوبحيين رحمهم الله في صحيحيهما اي كصو صارين وانفرد به احدهما متكودن او لقونن أنا متكود أو لقون النقض أما حديث بخاري مسلم وريين أما متكود أو لقون النقض راغبا إلى الله أنا إلهي دمعي أو جريناي أو كدمعي حريستيس راغبا إلى الله تعالى ألا أن كدوني كدلباي أن هي أن ينفعني بها وأنفعه وإياك يا ذيك أني وإياك أذيك أبا وسائر المسلمين المسلمين تدمان تجمعين حال كله إنه أرحم الراحمين إنه ألا أرحم الراحمين أنت النحريسة كان أقول نحريس بلن رأى كتابك حديث تيس بخاري مسلم أما متكود وحقوري أيو كوكوبا مرك أسانيد دي إنو كاحد في واحد يبكو كيني ما يسوى صحيح معنى حديث تان مرك كو مسألة لك لوحا أيتهاي طبعا أنت بلن لفظ مسلم إنو استعمال أيو شاقي مررك قارنا نسخة أما يعني ألفاد قاركود وحلقة يابا ألفاد مسلم أما بخاري إنينا أهين الحديث الأول حديث كوات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا مقلا يقول سوى لا يقبل الله إله ما أقبل صلاة صلاة بغير طهور طهار قاد شلآن صلاة طهار قاد شلآن صلاة أن لا ظهر قاذن إلهي ما أقبلها ولا صدقة ما أقبلها صدقه من غلول بول حقيد يعني حول اللب للقيستي أما الخيانة صدقة ما أقبلها أخرجه مسلم برك لا يقبل الله مرك إلى قبولك يعني وكعم سنانا سحظة وإريقا لا يقبل مرنح الله استعمال ما أنصحه وحان مرنا وح الله استعمال شيء إنه أنصحه لكن مرؤي أجر لجمه لا يو ماشان هذا مركو حال جوضة لا يقبل الله يعني ما بقى أنصح يسأل جوضة وصلاة شروط صحة الصلاة حكم إذا الطهارة يعني طهارة البدن والثوب والموضع يعني جرك مركة توت كنيست ماش أكوت كنيست لما أنتود إني طاهريين والنجاس إيك طاهريين وحكى الله رواه الطهارة من الحدث حدث إن أتكد ظاهرته حدث كما ركم حال جوضة أكبر يا صغر واي وحي قبيس كينا يينا وإني لنكوق من أذيه وحي ويسئني كاجبت كينا يينا وإني لنكوق من
يعني ظهرني مركه الكاسي ظهرني مركه وحيتها اما رفع حدث حدث ليس كوريلاي او ازاله النجاسه ظهر مركه لغا هاد لا النجاسه ليس زولنا اما حدث حدث هو معنى اديق كوغو قومي او كوغو تاغن او ادان صلاه لغلي كيرين مثلا وشيء معنوي او معنى يعني حالات كعلينيسو انات صلاه غشو مثلا مصحف قادته انات طواف لتيمادو حالات كعلينيسو اكبر يا اصغر وقيب سما وحي قبيس واجبين واكبر ان قنايان حياه قبيس واجبين ايانا طبعا وحكمه الجماع وإن لم ينزل حبايين بك ايماننا دي الرب وحكمه سدو كاله مني اني قفكي كتيمادو او بي شهودي او اركو ولو لم يجامع جماع بيان ولا ايمان ديال الرب ومن اذا ايمانتين كيد خروج المني قبيس واجبين لبو جماعين قبيس ايو كينا حيض كاسين قبيس وكينا مركو رمادو يا نفاسك يا ولادد يا وحيابهاس طيب مركا وحيابها مركا طبعا اسباب حدث الاصغر ككيني سنه وحيتاي وحي ويس جبينا هرددي يا كميدا وقفك أهرد سواء متمكن هين وحكم إذا هيلب جيل إنه عنه وحكم إذا سدوك عليه وحيابها ما خرج من السبيلين يعني وحي حنجي إذا الخارج من السبيلين وحكى صوب حول لبضة جد ويسدوا الجبين من نافعة تأم صحرة ذي كاذي ذي وحنا وحبي ويجبنا هين حيابها اسمرك وحيابها ويسده جبي علماء قار مركب طبعا هوان أجنبي كون محارم تيس أين عن تيس أم جير كيسو يجير كذا إنه استهبطان إيه وحبيق دحين إنه يكدران وحيابه اسمر وحيابه ويسد الجبي كويا الكاسو كلو رغف كون إنه كظاهري هاي وحيابي وحي وديدي لها صلاة جلد إيه معنوي كو استاجي وأنه إسكزول هذا قبائستان أو قبائستان دي أي تاي ويسان أو ويساقاتو طيب نجاسة إن إسكزوليو يدان ظهر إزالة النجاسة ومن النجاسات كتقان نمر ما النجاسات همانا كادي دي والنجاس حرا دي والنجاس خمرا دي والنجاس هيلب دوفاركو كالي أما دوفاركي والنجاس أيجي والنجاس وحيابها ساكمي ذا مركز معهم متقي إيو حرامي اللي متك أهم ملح دي إيو ليجي سوى نجاس وهكذا نجاستينا مركب باب كاسنا وبراني وحصلنا هالكان يكجيريان مركب كتبتي فروع دينا لقما مار ما يأدي لذا يكتا ينتهينا ولباهي أخرجه مسلم طيب. الحديث الثاني حديث كاللباد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحور إذا استيقظ أحدكم متكين هدي وكسو التوصو من نومه ورددهس فلا يغمس يده وقعنتي سيونا نضح قلنن في الإناء والك قعنتي يانو نضح مقورنن وأما أونا نضح قلنن ونضح تيمبنن والكي في الإناء حتى يغسلها ثلاثا إلى أسدح جير نقه سبب فإنه لا يدري محايا لما أغيسك إينا باتت يده وقعنتي سحقاي باي باريسي عنتي سحقاي كباريسي ما أخرجه مسلم حديث كان مركب حالك قادنا وحيت بيها ير وين نجاسو بكران دي بيه يريهن أو نجاسة أي لحقشو وين نجاسو بيها وإن مركب سيدا كليه كو ظاهر نقونا إن لبضيه أو لغد يقولتين دي كله إنتي سيدا يريهن بمجرد ملاقات النجاسة لكلنك أي نجاس لكلنك أي نجاس كن نقونا يعني بيها حتى لكن حديث كان وحنا جالس إنه مشيين وحويري متكين هدي أو صاقع يومنا قعنت جلين ويلك بيها أي كجيران إلى أو بنان كسد حجار كل رقة سببته قعنتي سمالي تابت مواجه أورد طبعا حجاز جارهان طبعا ما دام ال سجود باللور رخصي قف إنه كلها رقعت رجح أي وحلم ذا وحد عيسى مرك إنه يكون استجودان رجح حاس أما وحيابها المركة اللي سيترو رول كلايل بضان واي باقي حين طبعا كو حدا موذ الزولين لكن هذا يظنني غالبك إنه ماشي كباب بإسال رمان نجاستي
هدي مركا قفك أو سيح أو مركا كلايل كاس كو صعدو أما أو كو شقي ودي دي مارشي مركا يدي دي دم مركا وحوم با ماشي ساي سو هاري كارين جاسا مركا قفك سيح وذا قعنتي سماشي تابانا يسمى أوغا وحلقي يا با مركا إني نجاس قعنتي شكي با إما أكو إمانا شكي قاس مركا محوكينا هدي مركا قعنتي وشكي لغا قبل دحقي لي والكي مكوفي عنا هذا حديث كان مثل ما يهدي قفك أو سؤس على مركو هردد كسر قع جعنته ودلق سيوال بيكو جيران بيها سوان نجاس وبين مال أساس مال رحاي سبب توام حي شك يحلو من نجاسي وعلو نجاسين يقين إن إهاتوا حديث كنا شك يوشاج مركو حي سادرت مرك إن لقط لق جعمها بنانكو وصن هدي لعل أما يعني ووحان هذا النجاس وكينا دي اللي خلافه اللي قليه وبيه وان نجاسه بين ملقه هاي لأنه يقين يحكو نجاسه بين يقين نما هاينا هاد طيب لكن حدي الله هو بلا هاي محلق قادنا حديثك نجاس الله هو بهدي والكاس كود لعضه خلاص بس وان نجاسي سي بيه وان نجاسه بين وما ان حين نقونا يعني بيه نجاسه نعم وحاك وكجير مركا ماشا حكى للدول مركا نجاستي إن إيد بيها كنت معذب إن إيد الوي ماذا إيد الوي ماذا واحد بمالنا ماشا أنا دين نجاس نقطة أو بيلقى لقى كرمر يلوشبه أنت نجاستي عين تيدي مركا للزوليو بيلقى تلوشبه للراعيه وظاهره بشيء اسمع الذي ما يبيها نجاسة أتجين قلتين مرمى الدو وحدة ما يسوي اسم النجاسين أيان ميال ليه وحكى للدون إن النجاسة إياها كتي مع ذي بيها الدو مرض أصل النجاسة وده داد وال بيه كجيران ده حجلسين خلاص بيه هو النجاسة بعدين لكن مركز بيها سواق دكر وقشب تقعد يدي نقضه هذا سيد كلي وحلا ظاهري أساسا حديث كي أنا صنوات المامة أعرف إنك عربي مسألة كوكا هذه فرق قاس مركا يا كجيرو فإنه لا يدري ما أجاين باتت يده علماء قارو حيد هن هردد هبينك واي وحلا جهض لا أما قفك دو مالين تيسحظه أول بيكجيرا إنه قعنت قلي نب ماله لا يعني صح ما هني هذانا واي علا ذفيري فإنه لا يدري أين باتت يده هردد مالين تي هردد هبينك واي فرق يا أول حيا حاجة قرش الأنت إسكو مدله واي مرة داد هردو خلاص واتقي إدراكي إيو حلالكي إيو كا وا 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 كاتقي أخرجه مسلم حديث مسلم الحديث الثالث حديث كسد حال عن سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي قال قيل له حلوير سلمان علمكم نبيكم نبيين وحو إذن بري كل شيء وحكستو حتى القراءة حتى سيد اللوحة جقوتو قضاء الحاجة مصوش مرك سيد الله قال يهبك اللوحة جوجو تحت وائد بري حتى الخراء معيك تسه وح أو كت جيبا مال حتى ساد حاجة جودا له هيلين بو إذن بري هسوليه فيري وهنيك ولبي بعض الروايات إنه يهودي آية المام نعم مرك ماشي اسمرك وحنك قاعدنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وح مدن دن أؤه كمتين wax dhiba illa wa ku wa ku boori wax iyaga dib u ahna kama tagin illa wa uga digi ana wa ka shee wa ka hadlay ana ama quraanka buu leeyimid ama asay xadiidkiisi waa kala wa kas ama wixii laga istinbaaday ee quraanka xadiidka laga qaatay hadii marka sida loo haajo guto oo dadka baray ma dhici karta inuu nan barin allah la caabudayo وإساق درتيس لو دهار قادنا درتيس لو تكنا إله هاس إنو نمبرين مدعي كرتا مدعي كرتا إنو انتظر مصوش السيد الله قال نبارو الله أن عبدين نأوسن نبارين مدعي سنان ولذلك داتك متكلمين عقيدة دو ده فلسفة ده كاقاتو ما هشاس مركا وسوء الظن بي نبي وهيان يالديه كرام وإن يرادان فروع دي ولقى قادنا لكن أصوشي عقيدة لقى قادنا ما وحي وعقل لقى قادنا وحيات الدرومة
فقال وحو أجل نعم بيرها أجل نعم ويعني وزنا ومعنى بواسكم لقد نهانا ونقر يا بي النبي أن نستقبل القبلة قبلة إن نجيسن بغائط سحراء ولجيسن كان حاجة قدنين إن سحرونين إن قبلة أجيسن أو ببول أما كاذي إن لقابلن أن قبلة أجيسن ماشي أسمرك وهدي ميل بنان قفك أجوك سحرونا أمكو كاذينا لكن هذا مسقل ميل دبو حرن أيتاي لب ملها حديث ابن عمر يجابر لبذوذ جابر حديث كي سحوه النبي انتونان لمنن حقا يركور بالمالها سان أركي إساقا أو حاجة قدنا قبلة نوجيه ومال اسمه يحوك جري ابن عمر نوحوه يرقري حفصة أما أنك أن لهينا فولي كورك فولي وحان إشي ذي باوحي يقول لعضي رسولك والله برد لك حكو فردي حاجة قدنا بيت المقدس وجيه قفك مدينة جوغة بيت المقدس مركو وجيه استقدس مكوحي كمرة لبرك استدبار كان كاسات تصاي إنو بناية هذه مال اسم الوجر استقبال كان إنو بناية حديث جابرة تصاي حديث كان مركم حوى وعام ومخصوص ونقونا مرك وحانا لقوة ذا ماش وعديتا مال لسان مال عن لسنين وصحراء صحراء الإمام الشافعي الإمام البخاري إسدا سيكون تاجين أو أن نستنجي أما إنا كويستجون باليميني ميدكت وأن نغرر هذا إنا الميدك كويستجون قعنت ميدكت حيا الميدكت شرف إلا هذا حيا ما هو ناكسنا لغوقة بنا رغوف السلامة صدق مرك الله بحنا مرك يعني حيا ظهر قاضنا لويسي سنة إلا نبويسد وفضلي رفعه لكن مرك وصق اللي يسكزولنا بذح ذا الاستعمال أو أن نستنجي باليمين ميذك تنان كو استجون ونقر هذا أما سأنان ميذك تكو استجون مركا ذاتك غارة وحيكولين مركا دي اللي يرى ميذك تبذحنا وحاكوعونين ميذك تاوحوني دا اللوغو تلقى لي إذا سالة الرباء وحيكولين بذح إلهي محوي وأبو ريوك لها أسك مران وحاسن معنق قنم وهي ميذك تبذح ذا إلهي محوي وأبو روحبو حكم كلا يا كجيران بذحنا دي هلا طبعا بذحنا وحابل وأبو رينا تكو حاجة جودة تكو سحرة إسكان نقضوا تكادي إسكان نقضوا يعني بالانسيقا يعني وحبذانا كجير يا كوير هذي هدي الويرا بذح وحاكو عونين هاكو عابين معنى هذا بذحنا ما اللي إلغي معنى يعني يذي وحب الله ما أبو رين إلا يريو كلا ما أساس ما وأن نستنجيها من أن كويستجونه بأقل من ثلاثة أحجار سدح ضيعه وحقير ماشي أمرك حلقة قادنا الويست جوكر وح يعني ضيعه ضيعه وحال معنا أمرك وحكسته أو قللا أو نجاس أنا هين وح محترم أنا هين أو يعني ماشي نجاس لينا فجين كرو أو الويست جون كرا وحل الرياضي معاني وحديث كم أشيق الدورو ما يحلى اسمك الويست جود كلي جود وبنانته إن بيا لو درنا وافي عنته بيا كلي الويست جود ناسح ما بيا كلي ما يح كلي أما تيشو كلي هذا دي اللي يسكون درنا دب ماله تغار مركب مال إن بيا لهين وجوجا تيشو استعماله سيد زولين أنا جاست هل لو ضم بوح إيمانه مركب مال أن مسقول إيه وحبلهين، لكن هو يسكي هلي كارو صلاة من الدكان هاي مرك، ومعاك وقول استجمع قبوا كلية، سأتكون صعدة مرك، أنا قف كحو إسكندي قف أنت كذي سروال كيس إسكندي قشتيه وكذا سنة ماها، نعم، هراد بوسو استجود تهد هو يسق هذا تكو أكون فرنت هنا أساس إيش، تك وفي عنده مسقول إنا تقشينا إسك يعني هذا السنة كان بيسكون نظيف لكن ده هو يسو صلاة دي ما أوجد تيجي وما هنا أتكلم إم بدن مركز صلاة أساسي أوجد تكتها ده أحد مركو إنا أما تيشو وينو سدح نقطة سدح لقى ما يريكر حتى هذا النظيف يصير مش سدح ويران هدي مركز سدح يكون نظيف ويسو مد أفراد كده مد شناد نقطة ماستر وتركني ومن استجمر فليوتر.
أو مرك الله بشيء على شرطنا مرك إنقاء مش إن النظيفيو الظهارة النجاسة اللي قال نظيفيو إيو ولا يكون أقل من 3 أحجار سدح ونص كيرا وحكى له مهمة نجا يعني إن اللي يسكي الزولي وراقه أما الرقح ماشي كلية وأي كوب بنانته وحيته ماش أي كاذيذو كإيمانيسو سحرذو كإيمانيسو بس هدي لكن كاذيذي سحرذي أي رافتي ماشي ومثلا كاذيذي فنين كيذي باوحو قاري بوذو ذاتو كالي إن أنت رقح سوقة بوذو كتر ترتو ما أنفع ما أنصحي سنة هكليو أنصحي محين نقول أيان رقح يتيشو حاطو استعمالي كرتا ماشي نجاستك الصوب حضي بس هذي رافتوي مالك لجارتو ما يأيدو بيهم بالغون نظيفين أمركاس أو أن نستنجي ما ينكو استجون برجيع ديغو ديغادا إياد علماء وحيكو علا يعني انتو هذا بدل نجاس إياد بتاعي كستو خلاف أو كجير ديغادا حوالها ظاهر ما يمسو النجاس ماذا هيبتو اسكو خلاف سيهين أو عظم أما اللف يعني حوالها حنجي إذا كو هيلبكو ذا اللعبنو أو عظم أما اللف أيو نقرر بينكو استجون لفت إياد دعام إخواني إخواني الجن جن مسلم كاي عنتقو النقوني إلا قهل لاي مركب معها معنى كلانا وكجرى لفتا وحمصو فجينيس ومرايضو كلاوي واللزج حبا مركا نجاستي مصو مرلوقيس معنى ماشي كمصو مرلوقيس أخرجه مسلم حديثك مسلم أصوصا الحديث الرابع حديث كأفراد عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة صحبة يولها يسحابي بوأها قال وحويري قيل له حلويري توضأ لنا نووي سيسو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقاتي النبي وكره ويسقاتي النبي وكره فدعا بناء ويلبو وعضي فأكفاء منه حقي سوكسو جلعي على يديه لبدي سقع عمود كركو ذو كسو جلعي فغسلهما 3 سدح جار ورقي يعني قعنتي بو كشبي بيدخدي بو كسو جلعي ميدكتي بو كشبي واسكار ديه لبدي قع عمود ورقي آهي فغسلهما 3 سدح جار ورقي ثم أدخل يده وقعنتي سيبو قلي في الإناء ويلك فاستخرجها وكسو بحي فاستخرجها بمعنى فأخرجها وسوسها استفعل بمعنى أفعل وهي معناه طيب أنا كنت ماذا فتمضمض والغلق ذي واستنشق وسندار صدي من كف واحد هل صعب أيو كل غلق ذي كان سندار صدي حديث كسك كان مرك حوق بذن لغلق شذا إي سندار صدي هل صعب أي الغو سمينا وانا لغا لغلقنا وانا لغا سندار صدي اللغلقشوذة قار إلا قد يسان دارسي قار حديث كان لها ضعف باكو جيرا ضال حطب من المصرف هو رنهي فغسل وجهه وجهه يسيبه ولغ 3 سدح جار ثم يدخل يده وقعنت يسيبه قلي في الإناء ويلكي وجهه يبه مرك 6 جار دقي هذا النية ذنه مشيقين حديث كان النية ذا كدما النية مركور والنية سنة وحال النية سنة إن حدث أصغر إنه إسكوريلا دي بيب أو استعمال أيوة أما يعني ويسقاد واجب إنه ولا إيمان أيوة أما استباحة وحاسو لنا متكود أمبو ولا إيمانا مركز وجهي لقاء فغسل وجهه وبغلقي 3 سدح جار ثم أدخل يده وقعنتي سيبوغلي في الإناء والكي فاستخرجها وكسو بحي فغسل ثم أدخل يده في الإناء قعنتي سيوضنا والكي قلية نحذيسة فاستخرجها وكسو بحي فغسل يديه لبذي سيقع موت بغلق إلى المرفقين إلى بذي حصل إلى ذان بمعنى معه إلى المرفقين مع المرفقين حصل كوكو جرى إلى ذا حروف تان حروف الجركة حروف المعاني بان ونوال لها معاني به إلا ذا إلى ذا يذو حلوية قلنا الانتهاء الغاية شيء ما شكرا ما هذا خرجت من البيت قريان كبحي وحالي هذا مثلا خرجت من البيت إلى المسجد أنا أبحي مسألتكو كل ما هذا مرك بحتان كاي حقو كبل من تان ابتدائية اللي طيب
حدو مرك معاني داس حروف تان لا ذا هي كل جود حقيقة ميا مد ما حقيقة أنت كلمة جاز ميا وك وركاس وبدينه إلى هذا مرك وحي أصل كتها ليرا ما حقيقة كتها لانتهاء الغاية مرك دي اللي يرجع أنتي سؤال لقى إلى حصلك حصلكم كجرا وي هل جاري حصلك والله قرت لك أصي وحصل لغة مكمدية حنا في هذا وحيلين ما يمكمد أحسن حصلك مذاهب تكلنا وحيلين ما يحصلك على الدقة إلى هذا أن بمعنى معه إن مرك إلى مع الله فصير اللغة دوا كنت من لك قرينا ذم حيتها إلى هذا أيها النجاح يستحقيق ذي نجاح حقيقة ذي وكل حني معنكم معنيني بمعنى ما سو ما قرنن إلى هذا مرك إن مع اللغة معنى ما دام اللغة أي سؤال أرتل لك ماشان إني مع أيتها قرينا أنا هيسن معيتها فعل كرسول صلى الله عليه وسلم والنبي مركو يسقى ذنا يحصل الله ذو أدق الجري مكتق الجري هاي طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وكلا مع أموالكم واي السوسي كلنا الله الأغبين كانوا فغسل يده يديه بورق إلى المرفقين حصل الله للقبه مرتين مرتين إلا والله بجر حلقة قادنا مركة حبنية قارن إن سدح لدقي كارو قارن اللبا لدقي كارو عدد كلك لدوي كارو ثم أدخل يده وقعنتي سيبه قلي في الإناء ويلكي بودح قلي يدنا فاستخرجها وسبحي فمسح برأسي مذحي سيبه ومسحي هل مشي يقين مركة عدد هل كان لكن حديثك علي واحدة تنورها هل مذح مركة إن هل لدقايا أد حديث تقوب بضانتها سدح إن لدقايا حديثك شيئا عثماننا شدود أيو شدوده كشيء قال الإمام أبو داود اللهم إن حديثك عامك أو توضأ ثلاثا ثلاثا لققهته سوونا هذا مركا فعل كالنبي وبدين هل مرء إنه مسيح جري فمسح برأسه مذي حسيب ومسح فأقبل بيديه لمذي سيق عمود أيو هراء وقصو قابلة وأدبر قدالنا وأقود بجيدي حقوك بالله مركا فأقبل بيديه وأدبر أنا في ذا مركو حيرة فأقبل السدام وهرو أصو الصعدة وأدبرنا قذال أصو الصعدة ساسوي علماء كان غيركود الإمام الشافعي يقول حيلين ما يفأقبل وح وأدبر فأقبل بيديه وأدبر هلك وليس يعني سان بليس كإطلاق لكن رواية ذاك عليه يا وحي إسلام عبد الله بن زيد صحيح كجرت أو حيلة هاي بدأ بمقدم رأسه وحكب الله ماذا حس ماش وحكب الله حتى ذهب بهما إلى قفاه إلى أمرك الذي قذت كيس ثم ردهما وسعلي إلى المكان الذي بدأ منه كاسا أدو عبدين وكان لقب الله قذال والسعلي ماشي لقب الله وكاس مر فأقبل بيديه وأدبر مركاسير ثم غامس بسبابتيه لبذي سمركسة سبابتين كوكوانا أيو قليي وإبهامه وإبهامه إلا بذي سسول في الإناء أبو قلي والك فمسح أذنيه دقيس ومسح ظاهرهما ظاهرهما وباطنهما كركو ذي هست قده أنا لكتيب وصاء قلي ساس ومسح مركا إنتان ثم غمس بسبابتيه بخاري ولا مسلم مدنكم الجيران بخاري مسلمكم الجيران إنتان ثم غسل رجليه لمديس الغوط بوضقي إلى الكعبين للاقبوا انقلبت انقوا ثم قال وحير هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ويسقات كيس كانوا كلوها ويسقات الشريس أخرجه البخاري ومسلم